أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه. تكلم عن أن العلم عليه المدار، فأعلم الخلق بالله، أعلم كلما يزداد علمك بالله يزداد فرحك به، ويزداد سعادتك به، ويزداد قربك منه، وهكذا. قال: ثم جملة الأمر، أي في العلم، أنك إذا نظرت في دلائل صنع الله عز وجل وأمعنت النظر، علمت أن لك ولنا إلها قادرا، عالما، حيا، مريدا، سميعا، بصيرا، متكلما. وقلنا ذكر الصفات السبعة، الصفات المعاني السبعة: منزها عن حدوث الكلام، عن حدوث الكلام. الله، يبقى ما تكلم عن أنه متكلم سبحانه وتعالى، فكلامه سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية ليس بحرف وصوت، لأن الكلام إذا كان بحرف وصوت يدل على انقطاعه، حرف يتلو حرف، يتلو حرفا، يتلو حرفا، وفي الآخر تتجمع الحروف فتكون كلمات، وكلمات تكمل جمل، وليس شأن الله كذا، إن الحرف ما كانش موجود وبعدين وجد. فصفة كلام الله تعالى قديمة قائمة بذاته، وليست أنها حرفا لم يكن موجودا ثم وجد. ولو كان المولى عز وجل له حرف واحد بس من كلامه ليس موجودا ثم وجد، يبقى صفة الكلام مخلوق كما يقول المعتزلة، وهذا شأن المعتزلة. خلاص، إن كلام الله تعالى ده صفة قديمة قائمة بذاته. ودايما خلي بالك بين إيه؟ اللازم والملزوم، والصفة ومتعلقها، ها، والدال والمدلول، والسبب والمسبب، كل دية خارجة عن المسألة. خلاص، فاللازم والملزوم الصفة قائمة بذات الله تعالى قديمة، كل صفات الله تعالى قائمة بذاته قديمة. خلاص، أما كون بقى إن إحنا نقرأ القرآن، وأنا بقرأ القرآن الآن في حاجة أقول لفظ، التلفظ والملفوظ، التلفظ مخلوق وده مدلول وده دال على الكلام القديم القائم بذات الله تعالى. لازم نعي المسألة دي عشان عايزين يوقعونا في الاعتزال، ها، يقول لك لا ده الكلام بحرف وصوت، يقتضي بحرف وصوت إن الحرف ما كانش موجود ووجد، يبقى وصفنا كلام الله تعالى بأنه مخلوق، ما كانش موجود ووجد ولو حرف واحد. فإذا الكلام صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى، متعلقة بذاته العلية المقدسة. هذه الصفة تعلقها ما يوجد الآن في المصاحف، المصحف ما كانش موجود وبعد وجد، دخل المطبعة وجمعوا الحروف وطلعوا المصحف، ده اللي بين أيدينا، ده الكلام القديم نفسه، ده قديم المصحف ده، لا، له معنى مدلول عليه. فالمصحف دال، والمدلول عليه الكلام القديم القائم بذات الله تعالى، وهذا الدال حادث، زي الله خالق كل شيء، فهو موصوف بأنه خالق،
وتعلق المخلوقات كلها دي صفة تعلق خالق، المخلوقات كلها هي صفة ها الصفة الله تعالى القديمة، هي تعلق الصفة القديمة القائمة بذاته وهي صفة الخلق، أنه خالق، فهو خلق كل شيء قبل أن يخلق شيئا، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله، ثم خلق الخلق، خلق بإيه؟ بصفة خالق، فالصفة قائمة بذاته وتعلق الصفة إلى المخلوقات دي، فلا يضر أن تعلقات الصفة تكون مخلوقة، واضح؟ منزها عن حدوث الكلام، أن يكون كلامه حادث، ده قول المعتزلة، منزها عن حدوث الكلام وحدوث العلم، أن العلم بيزداد، والعياذ بالله تعالى، أن علم ربنا بيغيب عنه شيء، لا، وحدوث العلم وحدوث الإرادة، أن إرادته حادثة، لا، الإرادة وفي متعلق الإرادة، ها؟ وهكذا، فمتعلقات الصفات ممكن تكون حادثة، زي العلم صفة قائمة بذات الله تعالى. طب واللي في اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ مخلوق، فالعلم الذي علم الله تعالى الذي نزل في الصفة في اللوح المحفوظ هو تعلق الصفة وليس الصفة، لأن اللي موجود في اللوح المحفوظ مخلوق وتطلع عليه الملائكة، لكن علم الله تعالى لا يطلع عليه أحد، القائم بذاته ده خلاص. والإرادة هكذا مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين أي الحادثين، ها، ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين رضي الله عنك يا إمام، ولا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء أي من خلقه، يعني لا في شبيه هو ولا هو يشبه شيء سبحانه وتعالى، كما يقول في عقائده رضي الله تعالى عنه الإمام الغزالي في قواعد العقائد، يقول إيه؟ فلا تشبه ذاته الذوات ولا صفاته الصفات ولا أفعاله الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، يعني شوف الإرادة الفعلية بكون فيكون، ففعله فعله سبحانه وتعالى بكون فيكون خلاص، عشان مش زي فعلك أنت، فعلك أنت يحتاج إلى بذل مجهود وعضلة وما إلى ذلك وطاقة وما إلى ذلك، لكن هو لا، إنما قوله إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تتضمنه الأماكن والجهات خلاص، وده معنى كلمة الله أكبر، ولا تتضمنه الأماكن والجهات أي لا تحيط به، فلا يكون مظروفا في ظرف خلاص، سبحانه وتعالى لا يكون مظروف في ظرف خلاص، وإن كانت الألفاظ التي نتخاطب بها لها معنى كده، لكن صرف هذا المعنى ها الدليل القطعي خلاص، وهو الذي في وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ها قال وهو في السماء إله وفي الأرض إله أي معبود. طب الآية الثانية بتقول وهو الله أي الذات العلية في السماوات وفي الأرض، في داخل الأرض وداخل السماوات، يعني حل في الأكوان؟ لا، ما يحلش في الأكوان، فهو مباين للأكوان، بمعنى أنها مش بمعنى المباينة أن مباينة الجسم الجسم، لا، بمعنى المخالفة، ها، لا تشبه ذاته الذوات ولا صفاته الصفات ولا أفعاله الأفعال، فالتلاعب بالألفاظ دي يودي والعياذ بالله تعالى في تشبيه الله بخلقه، ها، وهو الله في السماوات، هل هو الله دخل جوه السماوات؟ وهو الله والعياذ بالله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، دخل في الأرض وهو الله في السماوات وفي الأرض، لا، هنا إيه؟ ليس حلول الذات في الأكوان والمخلوقات، ولا إلا كان الحلاج لي حق أما يقول لي ما في الجبة إلا الله خلاص، يكون هنقول كده، لا، ليس بذاته في داخل السماوات، فإنه لا يحل في مخلوقاته، ده مذهب تاني اللي هو مذهب الحلولية، أن الله يحل في الأشياء اللي بينكروه، فهو ليس في السماء إنما مباين للسماء، مباين للخلق كلهم، فلا يحل في شيء مخلوقات. هي السماء مش مخلوقة يا جماعة؟ مخلوق، ها، والكرسي مخلوق والعرش مخلوق، فلا يحل في شيء من مخلوقاته، بل لا تحيط به المخلوقات، لا تكون في شيء يحيط به، ولا إلا كان محاطا فيكون ما أحاط به من الظرف أكبر منه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت بتقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، من السماوات والأرض وكل حاجة خلاص. ولا تتضمنه الأماكن والجهات،
خلاص. المعتزلة ألزموا أنفسهم بعدم رؤية الله تعالى، لأن قالوا إيه، مشوا قواعد الخالق على المخلوق، قالوا إيه، إن أنا عشان أبص لك يبقى أنت لازم تكون في جهة وأنا أشوفك، فقالوا يقتضي إن في جهة، فأم نفوا إيه، نفوا رؤية الله تعالى المعتزل، قالوا الله لا يرى ولا يوم القيامة. طب وما يا جماعة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال لك لا، ده انكشاف علمي. طب ما كان يقول وجوه يوم قلوب يومئذ عالمة، لكن قال وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، بقى في نظرة حقيقة، هترى الله حقيقة يوم القيامة. رؤية لا تقتضي إيه، الإحاطة، إنما نوع انكشاف خلاص، وليس الرؤية هي العلم، لا دي زيادة، زي أنا عالم بشيء لكن غير الرآه، الرآه ده عين اليقين، الرآه ده عين اليقين، بينما علم اليقين ده إن أنا أعلم، لكن عين اليقين إن أنا رأي خلاص. فالله يرى ليس في جهة، فالمعتزلة قالوا عشان يجب يكون المرئي أمام الرأي يبقى يكون في جهة، قال لك يبقى الله لا يرى يوم القيامة، يبقى ده مذهب متطرف أهو. ومذهب تاني قال لك لا، ده بيرى رؤية حقيقية في جهة. أقول له ما هو كيف تدخله في جهة وهو لو أحاطت به الجهات كانت الجهات أكبر منه، فلا تحيط به الجهات سبحانه وتعالى عما يقولون عليهم كبيرة، فإنه مباين لخلقه أي مخالف لهم خلاص. ولا تحله الحوادث والآفات، الكلام ده لازم يتقري كده، كلام نسق عجيب جميل، نقرأ مع بعض. ولا تحله الحوادث والآفات، يعني لا تحل فيه الحوادث والآفات، فليس ذات العلية محلا لأن تنزل فيها الحوادث، لأن الحدوث دليل المخلوقية خلاص. الكون متغير وكل متغير حادث خلاص، يبقى الكون حادث خلاص. طيب وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالكون يحتاج إلى محدث، والله لو كانت تحل الحوادث لاحتاج إلى محدث، فمنزه عن أن تحله الحوادث والآفات، ده درس في التوحيد. طيب عايزين نقرأ العبارة كده المتعلقة بصفات الله تعالى لأنها جميلة حلوة ورا بعضها كده، يقول إيه، ثم جملة الأمر إنك إذا نظرت في دلائل صنع الله عز وجل وأمعنت النظر علمت أن لك ولنا إلها قادرا عليما حيا مريدا بصيرا سميعا بصيرا متكلما منزها عن حدوث الكلام والعلم والإرادة مقدسا عن كل نقص وآفة لا يوصف بصفات المحدثين ولا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين ولا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء ولا تتضمنه الأماكن والجهات ولا تحله الحوادث والآفات، ده صفات الله تعالى خلاص. ونظرت انت عندك نظرت ولا نظرت؟ ايوه كده، انا بقرا صح والكتاب غلط، معلش، الحمد لله من توفيق الله تعالى. ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم واياته واعلام نبوته علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامينه على وحيه، وما كان السلف الصالح يعتقدونه من ان الله تعالى يرى في الاخره. طيب ونظرت كلام عن السمعيات، قال يبقى انتقل الاول جزء اللي هو لغايه ايه، ونظرت في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، اول جزء تكلم عن الالوهيات، يعني انقسم علم التوحيد الى الهيات او الوهيات وبعدين نبويات او نبوات وبعدين الى سمعيات. فجاء في الاول ونظرت في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم واياته واعلام نبوته علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامينه على وحيه. قالوا حد التواتر 10، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالالاف، حتى بعضهم قال غير محصور، واحنا ما كنا بنشرح في بعض المعجزات وجدنا ان داخل المعجزه الواحده 5-6 معجزات، سبق ان احنا حصل منا كده يعني بفضل الله تعالى وايه منتي عليه. ثم انتقل الى السمعيات، قال وما كان السلف الصالح يعتقدونه من ان الله تعالى يرى في الاخره، ده شيء سمعي لا يثبت بالعقل خلاص، بل انما المعتزله خاضوا فيه بالعقل انكروا خلاص.
إنما هذا ثبت بالسمع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأنه موجود وليس في جهة محدودة. الله الله. وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. قال وأنه موجود. بعض الجهلة يقول لك إيه، ما تقولش موجود، قل واجد. بس أنا بأثبت لي صفة الوجود اللي هي ضد العدم. الله ليس معدوم، خلاص. ما ممكن يتخيل في الذهن أن معدوما يوجد الأشياء، ده عقلا مقبول، يقبل عقل. فلذلك قال موجود بمعنى أنه هو بمعنى أنه واجد للأشياء. لكن موجود هنا أما بيتكلم عليها العلماء زي الإمام الغزالي يقصد ضد معدوم، أن الله ليس عدما إنما هو موجود، خلاص، حقيقة. واضح. وأنه موجود وليس في جهة محدودة، ليس له جهة سبحانه وتعالى، منزه عن الجهة والمكان والزمان أيضا، لأنه خلق الزمان والمكان، فكيف يحيطه المكان أو تجري عليه الأزمان. وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وليس بحروف مقطعة ولا أصوات، إن لو كان كذلك لكان من جملة المخلوقات كما ذكرنا. الحمد لله على توفيقه. وأنه لا يكون في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشيئته، فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر. الله. وأنه لا يكون في الملك والملكوت، أي الملك ما ظهر لنا عالم الشهادة، والملكوت ما خفي عنا وهو عالم الغيب، فلتة خاطر، أي ما يتفلت من خواطر الإنسان وأفكارهم في قلوبهم وعقولهم، ولا لفتة ناظر، أي التفات ناظر، إلا بقضاء الله تعالى وقدره، أي لا يتحرك متحرك ولا يسكن مساكن، أو لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن، إلا بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، فمنه الخير والشر والنفع والضر والإيمان والكفر، خالق كل شيء، خلاص. والله خلقكم وما تعملون، يبقى واحد كافر، يبقى خلق الله تعالى فيه الكفر، يعني أكبره؟ لا، فرق بين الخلق وبين الكسب، ودي اللي حلها ووضحت في ذهني قوي، إنك أنت تحسب بما كسبت أيديكم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن الخالق للأفعال على الحقيقة هو الله، وأنت تكتسبها، فالاكتساب بالاختيار، والخلق من غير اختيار من الله تعالى. والله خلقكم وما تعملون، ولكن تحاسب على الكسب، مسألة الكسب عند الأشعرية، وحلت الموضوع كله، فرق بين الخالق والله وبين أنك تكتسب الأشياء، خلاص، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فنسب الاكتساب والكسب إلى العبد وإلى النفس، ماشي، أي أن مشيئتك داخلة في مشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمنه فهو الخالق. لكن الشر ليس إليك، شوف الدعاء، ما قالش الشر، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، قال يقول إيه، والشر ليس إليك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، دعاء سيدنا ابن عمر، خلاص، وإليك الرغباء والعمل، أي أن الشر غير منسوب إليك، ولكن لا يكون في كونه إلا ما أراد، خلاص، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فمنه الخير والشر والنفع والضر، من خلقه والإيمان والكفر. وأنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه، خلاص، وعشان بيرد على المعتزلة الذي يقولون على الله تعالى بوجوب الصلاح والأصلح، خلاص، المعتزلة يقول إيه، يجب على الله الصلاح والأصلح. طب إزاي يجب عليه الصلاح والأصلح؟ يجبون له الصلاح، يجبون عليه الصلاح والأصلح، وقد خلق الكافر وأماته كافرا ويدخله النار إلى أبد الآبدين خالدا فيها، هذا هو الصلاح للكافر كده؟ لا،
إذن لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأنه واجب على الله تعالى، وأنه لا واجب على الله تعالى لأحد من خلقه. ولذلك في الإمام الغزالي في العقيدة بتاعته القواعد العقائد يقول إيه: فإذا أدخل الناس البشر كلهم النار فبعدله، وإن أدخلهم الجنة كلهم مؤمنهم وكافرهم الجنة فبفضله، ولكنه إيه وعد وأوعد، والوعد لا يتخلف والوعيد يتخلف، هيعذب يأتي إيه لو خطر المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، خلاص يدخل في خطر المشيئة كل المعاصي، ما خطر المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حتى رواية الحديث تقول إيه، تقدم إن شاء غفر له، إن احتمال المغفرة أقرب، خلاص، وإن شاء عذبه. لكن في الوعد لا يتخلف الوعد، لكن الوعيد يتخلف، ماشي، إلا الوعيد مع الكفار، ماشي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك لمن يشاء. حتى لو واحد في أمتنا لو واحد قتل نفس، يؤتى يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله يوم آيس من رحمة الله. لكن الرجل اللي قتل 100 نفس ربنا غفر لي، قتل 100 نفس ربنا غفر، ويغفر لما يشاء، يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا الكفر. فمن أثابه فبفضله، ومن عاقبه فبعدله. وما شرحنا وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه من أمور الآخرة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير. ولذلك قلنا أهي مثلا سؤال منكر ونكير، خلاص، هذا من الأحاديث الصحيحة وليست متواترة، أي من فروع العقائد التي تثبت بالأحاديث الصحيحة وليست متواترة، أي قطعية، واضح؟ منكر ونكير، وعذاب القبر أيضا. ولذلك بعض إن كان ده ليس معتمد أهل السنة والجماعة، إن بعضهم قال أنه تعذب الأرواح ولا تعذب الأجساد، لا، عند أهل السنة والجماعة أن تعذب الأرواح والأجساد، حتى الأجساد لما تفنى ربنا يخلق مكانها شيء يعذب، واضح؟ يعني إحنا بنراها فنت، لكنها ما فنتش في الحقيقة، أنها تعذب النار، ويعرضون عليها غدوة وعشية، أي إلى يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى النار اللي بيعرض عليها الكافر أو العاصي غدوة وعشية، والغدوة والعشية ده في الدنيا إلى قيام الساعة. إذن لو واحد بعد 200 سنة بقى تراب، وكمان التراب بتاعه مش عارفين فين، إلا أنه في الحقيقة ونفس الأمر عند الله تعالى، أنه يعذب روحا وبدنا عند أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة لو كان معذب. وكذا تنعم للأرواح، أرواح المؤمنين والصالحين والأولياء، ها، تنعم إلى قيام الساعة أيضا. الاثنين. ولذلك بقول لك أنت إيه، وجدت فنى، لكن هو في الحقيقة لم يفنى، أن الله يستمر يتوالى عليه العذاب على الروح والبدن. طب ما أنت مش شايف البدن نفسه فنى، ده في نظرك أنت، في نظرك، أي في ما ظهر لك، بخلاف الواقع النفس الأمر عند الله تعالى أنه يعذب. ما هو الآية بتقولها، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، والغدوة والعشية إيه؟ في الدنيا إلى قيام الساعة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كأن الله تعالى يخلق كده، زي بالظبط أنت دفنت الإنسان في طبقة من الأرض اللي هي مسألة اللحم، ده بيجي له ملاكين يدخلوا له في الحتة دي ويجلسوه في القبر، يبقى دي مقاييس أخرى، دار أخرى لها مقاييس أخرى، وإن كانت لا تخالف القواعد العقلية، تخالف القواعد العادية في نظرنا. طب ما هو المسلم المؤمن الصالح بيمد له ما في قبره مد بصري، ده وصف لحال للنفس الأمر عند الله تعالى فيما لا نراه، لكن هذا مخالف للعادة وليس مخالفا للعقل، واضح؟ طب حي فتح ماذا دي يا رب؟ والميزان والصراط، كل دي السمعيات. قال وعذاب طيب وما ورد على لسان صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه من أمور الآخرة كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط، فهذه أصول درج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين على اعتقادها والتمسك بها، اللي هي من أصول العقائد، ووقع عليها الإجماع قبل تنوع البدع وظهور الأهواء. نعوذ بالله من الابتداع في الدين واتباع الهوى بغير دليل.
فدي دليل ايه؟ ده دليل امور التوحيد اللي هي العقائد، ها، اللي هي الالوهيات والايه والنبويات والسمعيات. ثم نظرت في اعمال القلب والمواجب الباطنه والمناهي التي تاتي في هذا الكتاب ليحصل لك علمه، ثم تعرف جملة ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه، فلقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدك في باب العلم. طيب، ثم نظرت في أعمال القلب والمواجب الباطنة، أي ما يجب من أحوال القلوب عليك أن تحصله، والمناهي أي الباطنة التي يجب عليك أن تدفعها عن قلبك، الغيبة والنميمة والبهتان والعجب والكبر، كل الأمراض دي التي تأتي في هذا الكتاب، خلاص، ليحصل لك علمه، أي علم إيه؟ علم السلوك إلى الله تعالى. تكلم هنا عن علم إيه؟ السلوك. ثم انتقل للعلم عن علم إيه؟ العبادات بقى اللي هي الإسلام. ثم تعرف جملة ما تحتاج إلى استعماله كالطهارة والصلاة والصوم ونحوه، فلقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدك في باب العلم. يبقى ده أديت فرض العلم لو عملت الأشياء دي الثلاثة، ها، مع ما اختصره. ولقد صرت من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الراسخين في العلم. لما تلم بالثلاث جهات دول إيه؟ يبقى قد أديت الفرض الذي عليك، ها، ولقد صرت من علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الراسخين في العلم، فإن عملت بعلمك وأقبلت على عمارة معادك كنت عبدا عالما عاملا لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا مقلد ولا غافل، فلك الشرف العظيم ولعلمك القيمة الكبيرة والثواب الجزيل، وكنت قد قطعت هذه العقبة وخلفتها وراءك وقضيت حقها بإذن الله تعالى، والله سبحانه مسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره، إنه أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، ثانية بس أكمل الحتة دي وبعد نفتكر سؤالك، خلاص، بس خليك فاكر السؤال عشان يكون في حاجة تطير مني مش عارف أجيبها تاني. طيب، فإذا أنت عملت الثلاث جهات دول فقد أديت فرض الله تعالى عليك الذي تعبدك في باب العلم، ولقد صرت من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الراسخين في العلم، فإن عملت بعلمك وأقبلت على عمارة معادك أي آخرتك كنت عبدا عالما عاملا لله تعالى على بصيرة غير جاهل ولا مقلد ولا غافل، فلك الشرف العظيم. ينكر طبعا على الجاهل، ضد العالم الجاهل، وينكر على التقليد الأعمى الذي كان في بعض الأحيان في بلاد الإسلام يصلون 4 صلوات، كل صلاة على المذهب من مذاهب الأربعة، فذلك من الجهل. لكن غير المقلد هذا أنه عارف السعة بتاعة الإسلام، وأنه فيه مجمع عليه وفيه مختلف فيه، وأن المختلف فيه لا يعترض عليه ولا ينكر، وإنما ينكر المجمع عليه، فتقبل الناس كلهم وتبقى غير مقلد بمعنى التقليد الايه التقليد المذموم، ولا غافل، لان ضد العلم الغفله، فلك الشرف العظيم ولعلمك القيمه الكبيره والثواب الجزيل، وكنت قد قطعت هذه العقبه اللي هي عقبه العلم وخلفتها وراءك وقضيت حقها، وهذا باذن الله تعالى وتوفيقه، والله سبحانه وتعالى مسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه وتيسيره، إنه أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. العقبة الثانية وهي عقبة التوبة. سل ما عنده أسئلة يسأل بقى، نقف عند العقبة الأولى. حضرتك أجبت على المقلد، مسألة المعراج، هل مسألة المعراج تدخل في باب النبوات ولا السمعيات؟ الاثنين، لانها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من باب النبوات، النبويات او النبوات، من كونها من معجزه،
خلاص من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل في السمعيات ان ربنا اخبر بها والنبي اخبر بها، فهي سمعيه ما حدش ينكرها لانها لا تدرك بالايه بالعقل، لكن اتت في الخبر وكونها بقى انها فيها اعجاز فهي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش تاني؟ في حاجه تانيه؟ نعم. مساله الكسب، الكسب من أمر القدر، ولذلك قالوا على مسألة الكسب دي عند الأشعرية، قالوا إيه من 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 المسائل العويصة الصعبة جدا، إلا أنها يعني عشان يخرجوا منها بمفهوم مدرك في الدنيا، قالوا أن هذا من كأنه كالعلم، قالوا مسألة القدر ها يغلب في مسألة القدر دي حاجة اسمها العلم. وبيدي مثال الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وارضاه، يقول لك ايه؟ نمره واحد قتل اثنين وثلاثه بيتفرج عليهم في الدور الثالث، بيبص عليهم كده، فلما يتفرج عليهم ده هل شارك في القتل؟ ما شاركش، لكن علم. فقال لك ايه؟ انت مش مجبر، انت مخير، لست مجبرا باعتبار ان لك اراده انك انت. فكل ما ولذلك انا وضعت قاعده كده من توفيق الله تعالى، كل ما انت مخير فيه انت محاسبا عليه. ممكن تقوم تصلي وما تقومش، ممكن ما تصليش، ممكن تعصي وممكن تطيع، كل ما لك اختيار فيه انت تحاسب عليه يوم القيامه، وتبقى دي داخل مشيئتك الخاصه. وهذه المشيئه شرعيه داخله في مشيئه كونيه، وهي مشيئه الله تعالى ان هو لا يكون في كونه الا ما شاء، وان كل شيء بمشيئه الله تعالى. فالمشيئه الكونيه ليست مجبره لك ها على ما تفعله انت في اختيارك، وان كانت فيها ايه دخول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدي مندرجة بدية. ودي مسألة الكسب برضه، فهي يغلب عليها صفة العلم، إلا أن إذا ذكر القدر فأمسكوا، وينكشف سر القدر يوم القيامة بحاجات عجيبة يعجب لها الخلائق من أقدار الله تعالى. ده يوم القيامة سر القدر ينكشف يوم القيامة، ولا أحد يعلمه في الدنيا مطلقة، خلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. ماشي، في حاجة تاني؟ الله موصوف بانه خالق، حلو، خليها في مساله ايه خالق دي، فدي صفه قائمه بذاته سبحانه وتعالى. طيب المخلوقات لما نتجت عن الصفه دي مخلوقه كلها، صفه خالق لها تعلقاتها اللي هي المخلوقات، صفه العلم صفه ازليه ابديه قائمه بذات الله تعالى تنكشف بها المعلومات، لا تعريف في علم ايه علم الاصول الدين، خلاص، إنها صفة انكشاف وليست صفة تزداد، خلاص، يعني تنكشف لله تعالى جميع المعلومات حتى المستحيلات منكشفة بعلم الله تعالى، العلم القديم الأزلي الأبدي السرمدي. طيب أما جزء من هذا العلم متعلق هو فيه في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ مخلوق الملائكة بتطلع عليه وتاخد منه، تطلع عليه، لكن علم الله لا تطلع عليه الملائكة ولا تستطيعه، خلاص. انما تعلق العلم اللي هو المخلوق الموجود في اللوح المحفوظ تطلع على الملائكه، ففي فرق بين الصفه وبين متعلقه. ها واضح ولا لسه؟ ايش ها ليس متعلق وما بين ايديهم بالظبط، ده عند اهل السنه والجماعه كده. طب لما اعطاه الله لسيدنا جبريل اعطاه ايه بقى، متعلق ولا اعطاه؟ ما هو ده نزل عند مخلوق، خلاص يبقى خرج عن حيز الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، يعني أصبح متعلق، يعني خرج متعلق، خرج من حيز خرج من علم الله متعلق القرآن. لا، الاثنين حاجة واحدة، إلا أنها عملتين ذات وجه، عشان بعضهم يقول لك إيه يعني ده مش كتاب ربنا، أقول له دول الاثنين لعملة عبارة عن وجهين لعملة واحدة، بس أنا مش عايز إن أنا إيه أقول الشيخ بقى في مشايخ كتير. فضيلة مولانا الدكتور محمد بخيت، الشيخ مفتي الديار الشيخ محمد بخيت، حل المشكلة بطريقة تانية، بس حله ها ان هو يكاد الكلام بتاعه يقول لك ايه، يبقى ده مش مخلوق، المصحف مش مخلوق اللي في ايدينا ده، ينفع كده؟ ما اقدرش اقول مش مخلوق، فده تعلق الصفة ملوش دعوة بالصفة، الصفة قائمة بذات الله تعالى. انت كتبت الله في ورقة، هل ربنا حل في الورقة دي؟
متعال ده دال ومدلول، دال اللفظ على المدلول ايضا. ومساله الدال والمدلول زي ما قلتها ان ايه، هذا دال على الكلام القديم المدلول به بهذا الدال، واضح؟ فالمدلول قديم قائم بذات الله تعالى. طب والدال حادث لا مانع، صفه وتعلق، دال ومدلول، خلاص. وهكذا يقينا طبعا لا احد يقول، اولا لا احد من اهل السنه يقول ان كلام الله حادث، ولا احد يقول ان المصحف اللي بين ايدينا ده مش مخلوق، ولا ربنا حل في المصحف او صفه علم الله تعالى القديمه حلت في المصحف، ما حدش يقول كده، لانه لا يحل في المخلوقات ولا صفاته القديمه تحل في المخلوقات. في حاجه ثانيه؟ مبسوط انت الحمد لله على فتح الله تعالى عليه. في اي اسئله ثانيه؟ خلاص. لا ده حقيقة وده نفس الأمر، فاهم؟ نفس الأمر هو إيه؟ الموافق لعلم الله تعالى. إن سيدنا صلى الله عليه وسلم بيخبرك إن يمد للرجل الصالح في قبره مد بصري، وبيرى مكانه في الجنة، ويرى مكانه في النار، وينادى هذا مكانك في النار قد أبدلك الله خيرا منه مكانك في الجنة، وبيفتح لي باب من الجنة ويأتيه من ريحها. ده كله إخبار بالأحاديث النبوية. هذا في نظرنا المعتاد ليس لا يقبل النظر المعتاد، خلاص. لكن هو ده ممكن في قدرة الله تعالى، أيوة ممكن، يبقى ده الحقيقة، انت ده الحاصل بالفعل، خلاص، لأنه مش ما فيش تناقض عقلي، خلاص. الله يوسع الضيق، ممكن يوسع القبر، خلاص، ويضيق الواسع. مش كافر يقول لك يضيق عليه القبر حتى تدخل أضلعه بعضها في بعض، أضلع صدره كده تدخل في بعضها من كثر ضيق القبر، الكافر والعياذ بالله تعالى أو العاصي. دي حاجات عقليا عادة غير مدركة، ولا نستطيع. لك والناظر في الناظر في الواقع أو فيما ظهر له ما عندوش الكلام ده، بل قد ينكره قد ينكره، بس ينكر عادة مش عقلا، واضح؟ أما العقل فيقبله أن ربنا يوسع المضيق أو يضيق الموسع، خلاص. زي مسألة إيه اللي هو يدخل الكون في بيضة، أنت تتسع البيضة حتى يدخل فيها الكون، أو يضيق الكون حتى يدخل جوه البيضة، مفيش حاجة. أن ربنا يوسع المضيق أو يضيق الموسع لا مانع من ذلك، واضح؟ بس لكن هي ولذلك اسمها السمعيات، أن قد تخالف ما اعتدت أنت. زي النار ما محرقة دايما، بس دايما على سبيل العاده مش على سبيل العقل، ولذلك تخلفت بانها محرقه عاده عندما قال الله تعالى لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فتخلفت العاده بتاعتها اللي من شانها انها تحرق، بس تخلف عادي، ماشي. فالامور دي لذلك انا هقول لك على حاجه عشان تقدر تستوعب كده، وكنت ضربتها مثال قبل كده. الانسان وهو في بطن امه رجليه فوق وراسه تحت، ومدي وشه لظهر امه ولا يتنفس، تخيل انك انت كنت عايش كده تسعة اشهر في بطن امك، لا تتخيله عاده، لكن ده اللي حصل بالفعل واقعا في جميع البشر المخلوقات المولودين. كل مولود حصل له كده، كان رجليه فوق وراسه تحت، وكان مدي ظهره لظهر امه، وكان يتغذى بالدم بالحبل السري وما يتنفسش، وابتدى النفس عندما خرج الى الدنيا من بطن امه، لكن قعد مدة كبيرة ومنفوخ فيه الروح اللي هي الخمسة أشهر، أربعة أشهر قبل نفخ الروح، وبعدين خمسة أشهر منفوخ فيه الروح وعايش فيه حياة، إلا أنه لا يتنفس ويتغذى على الدم، خلاص. أما خرج للدنيا ما تقدرش تدي له حتة لحمة أول ما يخرج، لازم، ما عندوش أسنان، ولو اديته غير اللحمة يتأذى، اديته غير اللبن بتاع أمه أو اللبن اللي هو يحل محل لبن أمه يتأذى ويتضرر لغاية لما يكبر شوية بشوية، يبقى إيه؟ كل دار وليها إيه؟ مقاييس معينة، فالدار الأخيرة لها مقاييس معينة، ستة أو سبعة دور، في دار قبل ده كله، وهي الدار كنا أما كنا ذر في ظهر آدم عليه السلام، خلاص؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم، على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فأنت مأخوذ عليك العهد وأنت ذر في ظهر آدم. خلاص، وبعد كده قال إذن في الوقت المعين أن تكون في بطن أمك، ثم في الوقت المعين الذي حدده الله بقدرة الله تعالى الموافق لمشيئته على وفق العلم الأزلي،
وبعدين نزلت وتولدت ونفخ فيك الروح بعد 14 وهكذا تستمر الدور لغاية في الجنة. ها ربنا يجعلنا من أهلها مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنك بتنظر إلى الطير فتشتهيه فيسقط أباك مشوي فتاكله وبعدين يكسى لحما وطير. إن أنهار الجنة بتجري على أرض الجنة بدون أن تندلق، ملهاش حواجز، يعني النيل ليه حاجز من هنا وحاجز من هنا فبيجري فيه جوه الحواجز، لا ده الأنهار في الجنة بتجري ها من تحت البيوت وبتجري إيه على سطح الأرض دون أن تندلق وتسيح كده، ها محفوظة بحفظ الله تعالى. بس قال سيدنا الشيخ علي جمعة نور الدين قال إن الأنهار بتتقاطع ولا تختلط، نهر اللبن بيتقاطع مع نهر الخمر مع نهر العسل مع نهر الماء الغير آسن، وبعد كل نهر يمشي لوحده ماشي، ما التقاطع بتاعه ما جالهمش يختلطوا، قدرة ربنا سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، والحمد لله رب العالمين على ما من وأفاض وأنعم وأمد ووفق وأعان وحفظ وعصم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضلوا.